يبينها برضو ايه حاجه خفيفه، تمام زي ما انتم شايفين كده، يعني ايه يا دوبك حاجه خفيفه. بسم الله. كل عام وانتم طيبين حبايبي. يا اخوانا مش ملاحظين ان الايام خلاص بقت بتجري، رمضان خلص وهو لسه بادئ. لا حول ولا قوه الا بالله، يا رب ديم علينا نعم، يا رب ديم علينا نعم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد، قولوا امين.
خلي دايما شغلكم يا اخوانا بالقلم الرصاص، والتحسين عادي في الماستر، عشان بعد كده انت اسمك بتحسن، بتحسن الخط، فعمرك ما هتغلط. خلاص خلصنا بالقلم الرصاص وشايفين منظرها كده جميل وهيعجب حضراتكم. بنيجي بقى نقفل معاكم كده بقلب جامد ونظبط رسمين، عشان نيجي في الاخر يا رب تنول اعجابكم، يا رب تنول اعجابكم، عشان اهم حاجه عندي المشاهدين وحضراتكم، اهم حاجه عندي انتوا، لان انتوا اللي بتدونا الطاقه. تقول الله ينور عليك استمر، في ناس كتير بحبها اقسم لكم بالله يا اخوانا تقول لي استمر، يا انا كده بالنسبه لي الله وكيل، ببقى مبسوط جدا بكلمه استمر دي. لو حد قال لي سلام محبطه انا الله وكيل بنكسر، تمام يعني بنكسر من جوايا من كلامه. مثلا واحد يقول لي ايه يا عم، مش انت اللي بترسم، مش انت اللي بتعمل، مش انت اللي، تعالى معايا، طيب تعالى خش شوف، لقيتني انا تمام، ما لقيتنيش انا خلاص يا عم، لقيت في غلطه وقول لي انت بتغلط في ايه، في كذا. اقسم لك بالله انت كده راجل برنس، انت بتعرفني فين غلط، تمام انت كده تعرفني فين غلطي مش اكتر. هتقول لي فين الرجوله الثانيه، مش مشكله، انا كده كده ايه نظبط رسمتنا معاك في الاخر خالص، برضو نشيك عليها احنا مع بعض. قلنا بالله عليكم يا اخوانا عايزين نتابع بعضينا كده ونشجع بعضينا، كل واحد عنده موهبه ينزلها. انا اقسم لكم بالله في ناس ما اعرفهاش، اقسم لكم بالله بخش على صفحتها واشجع فيها واقول له استمر، الله ينور عليك، اقسم لك بالله، لان هو قاعد لقى نفسه فاضي شويه بيعمل حاجه حلوه معاكم، لقى نفسه مثلا لو مشغول بيفضي نفسه، بيحاول يخلص شغله يفضي نفسه شويه معاكم كده، زي ما انتم برضه حضرتكم لكم قنوات واحنا بنشجع فيكم. ما لكش قناه مثلا بتتسلى، خش يا عم كده شجعني، يعني احنا كلنا اخوات عامه، شجعني كده واشجعك. لا اله الا الله محمد رسول الله. بسم الله. لما تشوف التحسين اللي ايه على القمر، تمام؟ لازم يكون لي عدله معاك كده عشان برضه يبقى خطه يعني الدايره مستقيمه، تمام؟ يعني لو في حته يعني لو في غلطه صغيره تلاقيها باينه يعني. تمام حبيبي؟ يا رب تكون عجبتكم الرسمه. ايه ممكن واخدنا معاكم كده عادي عادي خالص، مفيش حاجه يعني، ما تفكروش انك تاذي ولا تقلقها عادي، اهو كده كده ايه من داخل الكلام، انتوا هتشوفوها برده في الاخر. في ناس ممكن تقول لي انت بوظت، لا انا ما بوظتش، انا عارف انا بعمل ايه، لان هي دي برده بتدي منظر جميل. ودلوقتي تشوف يعني انا بديك البراحه حضرتك، انت فاهمني، بديك البراحه ان انت ترسم بالرصاص وتسيبها عادي، لو حاسس ان انت هتبوظها سيبها، سيبها خالص ما تعملش فيها حاجه انت، تمام. فانا بديها ايه حته كده حلوه وانت هتشوفها في الاخر الحته دي مع المنظر ده قدامك ومع الشغل ده، هتشوف انت الحته دي، واظن انها بانت معاك يعني، مش محتاج مش محتاج اي حاجه. بسم الله. نسيت فرق عشان ما اغلطش الغلطه دي زي كده، تمام؟ فعادي يعني مردود. خلي دايما قلبك جامد، ما تخافش يعني، ما تقولش انا هبوظ انا مش عارف ايه، لا لا مش هعمل الحته دي مش عارف ايه، لا بالعكس الحته دي هي اللي جميله جدا، او اقسم لك بالله جميله جدا. بص كده تمام اهو، تمام حبيبي، الرسمه اهيت والرسمه خلصت والرسمه هي زي الفل، وامر ان انا اعلقها الحته كده تبقى حاجه شكلها حلو اهي. يا رب تكون اللي عجبكم، واللي مش مشترك فيه كمان يشترك، واللي مشترك مشكورا يدينا متابعه حلوه كده، حته لايك ومشاهده وكلنا بنساعد بعضينا. وانا اقسم لكم بالله اللي بيعلق وبيقول لي كلمتين حلوين بروح داخل على التعليق بتاعه، لو بامر الله له قناه بشترك له فيها، تمام. اخوك ابو ادم تحت امركم برضه في اي حاجه، الكلام ده انا قلته بدل المره 10.